اليوم تشوف وليدك اللي خرجته طبيب أسنان وكذا، رد الجميل هكذا كان بهذه الطريقة، وش خاصة تقرأ هذاك الرسائل، هذوك التهديدات، هذوك العبارات، السب والشتم والإهانة، شعورك كأب، شعورك كأم؟ أنا شعوري يروح والله سهل. احنا والله ما تمنينا باش نوقف هذا الموقف يا شيخ والله. نعم. احنا كنا تبقى القضية على مستوى العقار. نعم. ما تفهمناش، مثل ما إنسان يعني خسرت العلاقة كأنه بين زوجين. نعم. ها؟ اتطلقوا وانفصلوا، احنا قلنا يروح بمقدوره باش يكري، ها بمقدوره راه طبيب اسنان وفتح عياده وزوجته استاذه، ها قادرين يكريو وبالك مع الايام وكذا ممكن القلوب تصفى، لكن الشيء اللي داروا الشيخ كما قلت لك تجاوز كاع الخطوط الحمراء.